heaven, holding hands. She was standing there with my man. I heard the promise to death to us part. These words was a pain in my heart. For them, life has just begun, but mine is in ending. All I could do is cry. فانتاستكس اللي راح يكونوا معنا خلال هذه الحلقة. فانتاستكس، شكرا لاعضاء الفرقه ولؤلؤ ويل جوين اس لنحكي شوي معه عن هيدا الصوت الحلو. اول شيء اهلا وسهلا. هاي شو الاخبار؟
الحمد لله. كله تمام. يس اهلا وسهلا. اون ذا تي في. واو. عن جد صوتك كثير كثير حلو ما شاء الله عليكي. كثير. اكيد هالموهبه لولو طورتها مع الوقت، حبها للفن والموسيقى. اول شيء خبرينا كيف العمل مع الشباب بفانتاستكس؟ بيعقد عن جد. فانتاستيك. فانتاستيك عن جد، لانه كثير بيهتموا بالموهبه تبع الانسان ويجربوا قد ما فيها انه يقدروا يطلعوا اكثر شيء من الارتست، وما بيخلوه يعني بيعطوه هيز فول بوتنشن وبيعطوه كثير اتنشن وكثير تايم وكثير بيقدروا الارتست، وهذا الشيء كثير منيح لانه الانسان از ان انديفيدجوال لازم يقدر كل واحد مختلف عن الثاني. قد ايه صار لكم مع بعض؟ صلنا شيء من بعد ما The Voice. من بعد The Voice. Yes. وكيف كانت هالتجربة اللي شاركت فيها؟ كانت بتعقد، كانت كتير حلوة. تعرفت على كتير عالم، كتير سينجرز كتير موهبين وكتير تعلمت منهم. كنت أنا بعدني جديدة بالفيلد. mm-hmm. وكتير عطوني motivation وكتير they pushed me وكتير تطورت من بعدها. طلع لي كتير exposure، هذا اللي كان بدي أنا. شو كان رأي الجادجز؟ الجادجز كتير شافوني as a different person, as a different personality، لأنه أنا شخص كتير بوصل مسج in a different way. كتير طلع لي good comments، كتير قالوا لي إنه لازم ضلي عم بشتغل على حالي ولازم ضلي عم بتطور، وعاسي كان كتير كتير مفيد يعني بماي بزنس. في شي نصيحة عطاك إياها عاسي هيك وأخذتيها لقطيها ومكفية فيها؟ قال لي ما تستحي. بس بعد الخجل شوي موجود. حسيت فيه قبل شوي. طيب شو الطموحات الواحد لما هيك بيكون بهالفيلد؟ يمكن بلبنان انتو يو جايز ار لاكي اند بليست لانه الاغاني الاجنبيه والجمهور اللي بيسمع الاغاني الاجنبيه موجود، لكن بالوطن العربي لسه بعده لكوميونتي صغيره. فبتحسي انه ان 2016 صار الناس بتحب الاغاني الاجنبيه اكثر؟ اي ريلي ثينك يس، اي ريلي ثينك ذي ويل، لانه عم بيفتح ذير اوبننج ذير بيكومينج مور اوبن مايندد لل واتس كومينج اوت outside. وهلا هذا الجيل كثير از انتو انجلش ميوزك اند از انتو كوميرشال ميوزك، وهذا الشيء كثير بفيدنا لنا. طب لولا ما تفكري تغني بالعربي؟ لا ابدا. جربتي؟ جربت بس ما بعرف وصل المسج. يعني اي كانت ريلي فيل ات، ما بقدر كثير حس بالطريقه اللي بحس بالانجلش. لانه بتغني بتتكلي على احساسك اكثر. يس اكثر من. طيب هالبحة وهاللوك شوية أليشا كيس شوية مغير. طيب سمعينا شيء. اوكي بدي هون. I get the blue, I get high, I'll explode like dynamite, and I'll cry till the dust settles down. Guess I'm soft when I'm hard, and I'm cold when I'm feeling hot. Sometimes I guess things just happen too fast. برافو. حلو حلو حلو. Thank you. لولا أي نوع من الموسيقى بتستهويكي؟ أنا I'm in love with blues. تربيت بالبلوز وهذا الشيء الوحيد اللي أنا بحب غنيه. بس أكيد بالentertainment you need to sing كل genres of music that people like، وأكيد أنا بحب. And بس blues is my بس blues is my base. شوي هيك بتحس ال blues ما في ناس ما كتير ناس تسمع له. No. بس it's the base of music. يعني blues is very difficult. blues من Etta James ل Aretha Franklin، حتى بيونسي مشيت مع blues. blues بيطلع أكتر المشاعر. and this means a lot to me as an artist. but it doesn't mean that you're not a happy person. I'm a very happy person. I'm a very positive person actually. excellent. Yes. طيب مين الفنانة والفنان اللي it's in your dreams تلتقي فيهم من العالم الغربي؟ I wanted to meet Etta James but Etta James sadly died. Yeah. I probably would love to meet Beyonce. The queen. اكيد نحن بدنا نقول لك ثانك يو. معقول نسمع لك اغاني خاصه فيكي؟ عم بتفكري؟ Very soon, yes. لازم. For sure, yes. Très bien, super. Lolo, thank you so much. You're welcome. Thank you for your time. ولس ميرسي كمان على الشباب. نورتونا في البرنامج بعد الفاصل.